وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. أعربت جلالة الملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا فيها عن خالص تهنيها وأمنياتها لجلالة الملك المفدى بموفور صحة وسعادة، ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.